أخبار اليوم. المشاهدين اللي ما يعرفش مولد السيده زينب والتوقيت بتاعه والايام بتاعته والتحضيرات ليه ايه ست السيده زينب بالميعاد بتاعها ما بيتغيرش، صيف شتاء اخر ثلاث في رجب. وست السيده زينب مش انا اللي هقول هي مين. نتكلم عن المولد، احتفاليه المولد بتبقى 15 يوم، الاسبوع الاولاني تجهيزات والاسبوع الثاني بيتعامل بقى، بتنزل المولد تلاقي كل حاجه، كل حاجة زي ما في الشغل عندك في كل حاجة، برضو المولد في كل حاجة. ما نبصش للحتة السودة بس، اللي يبص للحتة السودة يبقى نص بص لنص الكوباية الفاضي. في خير كتير قوي، وفي ناس بتحب بعض قوي، وفي ناس أولياء كتير، وفي صالحين كتير، وفي ناس بتطعم كتير، وفي ناس مش عايزة حد يعرفها وبتعمل، مش عايز أقول لك بتعمل إيه. في ضباط واقفة معانا هنا، ضباط واقفة هنا بتجرينا في التسريح وبتجرينا في الإشارات، وواقفين ينظموا المرور على باب الخدمة. الدنيا جميلة جدا وحياد رب ست السيدة زينب. العادة مصرية، مصرية 100% بتاعتنا، جمهورية مصر العربية، الدولة الوحيدة في الكون عشاء آل البيت باستماتة استماتة استماتة. بقالك كم سنة بتشارك عنك؟ صافي من عمري 20 سنة، انما والدي رحمة الله عليه اداني 30 سنة من عمره، يبقى انا مفروض بيتي شغال في القصة دي، اطعام الطعام لوجه الله تعالى تصديقا للحديث النبوي، افشاء السلام على من تعرف ولا تعرف، واطعام الطعام اطعام الطعام. لا نريد جزاء ولا شكر ولا جمعية ولا حد بيدي ولا بيواجب ولا بتاع، احنا عايزين كل واحد فينا يبص للجعان لما يشبع، النظرة اللي يشوفها ينفذها بس. كلمنا عن عادات المولد، اللي بينزل المولد بيعمل ايه؟ المولد دنيا، المولد دنيا فيها الحلم وفيها النص حلم وفيها الربع حلم وفيها التمن حلم وفيها الوحش. انت عينك هتشوف مين؟ حسب عينك انت ما تشوف. انا شايف ان المولد كله اولياء، كلهم ناس محترمة احسن مننا، انا شايف كده، انا طاهر ابو جدالة شايف كده، انت ممكن تشوف غير كده، فانت مسؤول عن شوفك. شفت اعداد جاي من محافظات تانية غير القاهرة؟ انا البيت دوت، المكان دوت معمول للشرقية، انا راجل اصلا ساكن في ميدان الجيش في القاهرة، بس اهلي من الشرقية كلهم بيجوا من هنا. يعني بص يا سيدي، ادي عم الحاج محمد ابو هاشم من قرية من الشرقية، وده عم عصب عم الحاج علي من منيا الأعمى، وعم ابو ستة من قرية تانية في الشرقية، والعمدة عم حكيم من قرية تالتة في الشرقية، واخويا معانا من قرية رابعة، يعني الخمس رجالة دولت من خمس كرة. قلت بقى الناس دي بتنزل تعمل ايه من اول يوم؟ بتنزل اولا عايزين نعرف ما انت نازل تصور، غيرك نازل ياكل، في واحد تاني نازل كده كده، اللي نازل يحتفل، اللي نازل يحتفل ممكن زي حالاتي كده يفك 100 جنيهات، وممكن يفك 100 جنيه 5، وممكن يحط في جيبه اكياس عشان يعبي فيها مكرونه ويفرقها، وممكن التاني يبقى في جيبه موس يسرق المحفظه. ما تجيش انت بقى تسيب المولد كله وتبص للي بيسرق المحفظه.